العم، العم عبد الله كسر البيض وقلاهن واكلهن صح؟ ايوه. كيف طعمهن؟ قليتهن. ايوه كيف طعم البيض؟ اكلتهن. كيف طعمهن؟ بيض. بيض. طعمهن حالي. ايوه طعم تمام. اذا في معانا هذه اللعبه اللي هي عباره عن خزنه الحرب، معك ست خزائن، كل خزنة فيها مجموعة من الجوائز. تمام. وفي خزانات فاضية ما فيهاش جوائز. تمام. في خزنة فيها ذهب، في نص مليون. تمام. في لعبة، في 100,000، أنت وحظك. إيش بتفعل يا عم عبد الله؟ عبد الله صح؟ أيوه. عم عبد الله بتدور السهم. أيوة. وأي خزنة توصل لعندها السهم تكون حقك، وبعدين أنا أشتريها منك. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، ارجع هنا مكانك. بسم الله. يلا لحظة، الكل اللي هنا، شيل كل اللي هنا، يعدوا له. واحد. دور. عادي ايش مشكلة؟ يلا نشوف العم. نشوف العم عبد الله ايش يتوقعوا يربح نص المليون؟ يا رب يا رب يا رب. نشوف ايش بيربح. عادية عادية. فاضي فاضي، عيد من جديد، عيد من جديد. طبعا اي منطقه فاضيه بيعيد فيها من جديد. شباب اللي هنا وسعوا لي. يا رب يا رب، ايش اللي بيربح العم عبد الله اليوم؟ طيب الصندوق دار الى خليها خليها، تعال تعال تعال. اين اشتغل؟ طيب هذه خزنتك. أيوة. يا عم عبد الله. ايش تتوقع فيها؟ والله اتوقع جائزه يعني. ايوه جائزه، بس ايش تتوقع يعني؟ ذهب. 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 ايوه. طيب لو ما طلعش ذهب؟ والله انا حظي. انت وحظك. ايوه. طيب عصام ارمي لي بالصندوق لو سمحت لهنا. هذه خزنه عمي عبد الله، وابدا اتراشاك انا وانت يا عم عبد الله. تمام. اشتري منك الخزنه ب 1000 ريال. حطك الصندوق. لا لا لا. اشتري منك الخزنه ب 1000 ريال. حطي يا اختي، هذا حطي. 1500 ريال. لا. انت قلت لي، انت قلت لي الشغل بدنا صح؟ ايوه. كم تحصل في اليوم؟ 15,000. 15,000 اشتريها منك ب 15,000 ريال. لا. اعطيك 15,000 ريال واخذ الخزنه. في خزانات فاضيه يا عم عبد الله. انا حظي. لا يود فوبكش. لا انا حظي. لا يود فوبكش. انا حظي. 20,000 ريال. لا. 21. لا. 22. لا. 23. 24. 25. 30,000 ريال. لا. لا. ثلاثين ألف ريال. معك صاحبك هناك. ما. سأل صاحبك، سأل صاحبك. لا. يا حد لا. إيه. لا. ولا صديق واحد. أنا حظي كم في ذي. اسمعني. أيوة. أنا أكلمك من قلب. تمام. صادق. تمام. في خزائن فاضية. صح. خزائن ما داخلهاش أي حاجة. تمام. صاحبك يقول لك إلا ولا هذه، وأنا أقول لك لا. لا. اسمع مني. أيوة. 30,000 ريال خير وبركة. لا تاخذش الخزنة. لا لا. لا تاخذش الخزنة. أنا يا أخي باخذه، باخذه حتى فاضي. أنا حظي. أقول لك لا. لا خلاص. معك أولاد؟ أيوه. كم معك؟ 10. 10 أولاد؟ أيوة. أولاد وبنات؟ 5 بنات، 5. ما شاء الله. 40,000 ريال. لا ولا. 40,000 ريال. أنا قاعد أتوكل على الله. يا عم عبد الله اسمعني. تقتنع. والله أنت صاحبه صح؟ أيوه أنا صاحبه. صاحبه من كم سنة؟ من السنة هذه. صاحبه عندك من السنة؟ اشتغلنا أنا وسوا. بناء. ايه بناء. قل له ياخذ الاربعين. الاربعين شله. شله الاربعين. شله الاربعين. والله. والله. 50,000 ريال ما بزود. ها. 50,000 ريال ما بزود. 50. صدقني. صدقني. 50. بس انا اخاف يكون في. 50. لا. أخذ لا. لا 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 اسمعني. 50. 50. خلاص مش راضي. والله اني حاولت معاه باقصى قوتي انه ياخذ الخمسين الالف وهو مش راضي. صاحبه يقول له خذ الخمسين وهو مش راضي، وهو يقول لي الا الخزنه الا الخزنه الا الخزنه، مش راضي مصمم على الخزنه. خلاص راحتك، مع ان انا والله زعلانه. انا حظي. خلاص
نشوف اذا مجموعه من الخزائن اللي موجوده هنا، ايش اللي فيها؟ اختار لي اي خزنه نفتحها من الخزائن هذول غير الخزنه هذه. شيلنا نفتح هذه، نفتح هذه، نفتح هذه، نفتح هذه، انا شفتها. نشوف ايش كان داخل هذه الخزنه. هذه الخزنه كان داخلها 100,000 ريال. 100,000 ريال كان هنا. 100,000 ريال وراحت. 100,000 ريال نشوف هذه ايش كان داخل. هذه ايش كان داخلها؟ والله ما ادري. هنا كان في ساعة، كان هنا معانا ساعة. ايوه هنا خاتة. انا احس انك انت هنا خاتم. هنا خاتم. تأكد لو ما طلعش خاتم. هنا خاتم. هنا خاتم. عمي عبد الله جائزتك. إذن عمي عبد الله كانت جائزتك معنا في فقرة اليوم من خزنة الحظ، وأنا قلت لك 50,000 ريال وأنت ما رضيتش. أنت قلت لي كم معك أولاد؟ 10 أولاد. معك 10 أولاد؟ واضح 11. ماشي. معك 11. شو شو شو. الحمد لله. عم عبد الله تعال تعال تعال. قلنا لك 50 وصاحبك قال لك 5. إيه وقلت له 50. دالحين معك 10 وهذا 11. يتربى إن شاء الله عندكم. عم عبد الله إحنا ما فيش معانا واحد يطلع خسران في برنامجنا. أقصى قيمة للجائزة في هذه الحلقة هي 50,000 ريال، إحنا بنعطي المتسابق نصفها اللي هو 25,000 ريال كنوع من أنواع المرابات. 25,000 ريال لك يا عم عبد الله، يعطيك ألف عافية. وخلونا مع بعض نشوف فقرات حلقة اليوم.